يا صباح الخير وصباح الورد على كل مشاهدي ومتابعي برنامج نسمة ذاكره. صباح الخير على كل زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو. اسعد الله صباحكم كل خير ومحبه وسعاده. رمضان خير، رمضان رمضان يا ربي يكون هذا رمضان يكون كله خير ومحبه وسعاده على كل بيت عراقي. يا ربي هذا رمضان يكون خالي من كل الاوجاع والالام. طبعا احنا اليوم راح ناخذكم جوله باحد الاسواق اللي موجوده ببغداد. مثل ما تعرفون احنا دائما جولاتنا تكون بجانب الكرخ او الرصافه، احنا اليوم الجوله مالتنا بجانب الرصافه. راح ناخذكم بهاي الجوله نشوف وضع السوق، الاجواء الرمضانيه، الاسعار، وضع الناس، حركه الناس. مثل ما تعرفون هوايه من الناس ان تكون الصبح ككون انه هي صايمه ما تقدر تطلع ما تقدر تفطر، يخلون وقت مسواقهم وقت العصر قبل الفطور او بعد الفطور. والبعض يشوفهم انه هم مضطرين يطلعون يكونون موظفين او كمحتاجين اشياء للبيت، فتشوفوهم انه لازم يطلعون الصبح وهم صايمين. يا رب يكون الصيام مقبول واجر ثابت يا رب على كل الناس، حتى لو ولو هو الجو حار والجو متعب، بس يا رب ان شاء الله انه كل الناس تتحمل الحار، تتحمل الصيام، لان هو اجواء رمضان، اجواء رمضان كلش حلوه، الناس تتحملها لان هي حلوه. ودائما رمضان تجمع المحبين والاصدقاء، اذا كان قبل الفطور او بعد الفطور. فراح نبدي وناخذكم جوله صباحيه. السلام عليكم. صباح الخير، شلونك؟ حسين اخوي رمضان كريم. عليكم وعلينا ان شاء الله اجمعين، رحم الله والديك. شلون نشوف حركه السوق باجواء رمضان؟ نعم الحمد لله، هاي الناس بخير ان شاء الله، ويقبل كل عام بخير ان شاء الله على العالم، على المسلمين كل احنا. زين، رحم الله والديك. شلون نشوف الاسعار بالسوق؟ زين، غالي هو كله غالي، ما ظلت تشتري هسه، مو نفس المقبل العام اللي قبله، هسه كلها اسعارها كلها غاليه. يعني شوف حركه السوق مو مثل العام؟ لا يابا، هاي فرق. وايد من العالم بس تبغى فرق من يا ناحيه يعني؟ الاسعار الغاليه، الدولار هالصاعد على السوق، التسوق شوي يعني العالم بس تبغى ما تسوق، شوف السعر غالي، مو ذاك السعر. اي مو ذاك السعر. تمام زين، تشوف شو وقت حركه السوق تصير؟ الصبح لو العصر لو الظهر لو بالليل؟ الصبحيات نوبات، هسه الصبح هسه ماك شو الحركه، شو الجواب، مو ذاك الشغل يعني. زين، اي انه هذا المحل شنو بي انت اللي واقف بي؟ بس هسه هاي الحلويات؟ اي ام ابو حيدر، حلويات شكليت. تمام، انت صايم؟ الحمد لله. الله يتقبل يا رب. شكرا لك. 100 ريال. سلام اخوي. مثل ما شفتوا مشاهدينا انه الشخص دا يقول انه كارتفاع بالاسعار، وهو يختلف الاسعار هسه عن قبل بسبب ارتفاع الدولار. نقول الله يساعد الفقير والله يساعد اللي ما عنده، بس نقول لازم يكون اكو تعاون بشهر رمضان، لان مثل ما تعرفون شهر رمضان لازم الناس كلها تتسوق، يجيبون كل الاشياء اللي محتاجيها. فيعني نتمنى تكون الاسعار كلش متعاونيه، كلش تعاونيه، وكلش الاسعار تكون زينه حتى الناس كلها تشتري والناس كلها تفطر فطور شهي وفطور يناسب كل بيت عراقي. السلام عليكم، صباح الخير. النور. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. شلون نشوف السوق يعني باجواء رمضان؟ السوق كلش حلو، حركه للعالم تسوق وتتوضع لهذا الشهر الكريم، يعني امور طبيعيه جدا. زين، شلون كنت تشوف حركه الناس الصبح لو الظهر؟ كانت قبل رمضان باسبوع او بشهر حركه كلش قويه، يعني من الصبح للعصر. نعم، هسه همين هذا اشوف انه هاي السنه اجت ناس تشتري، اكو هوايه من الناس انه يجون يشتروا ما شهر كامل. بل هسه همين تكررت عندك هاي الحاله؟ نعم نعم ست، بعض العالم تشتري مثلا مال 10 ايام او 20 يوم، بعضهم شهر، يعني كل من وامكانيته ست. هنا انت شنو متوفر عندك بالمحل؟ بس البهارات؟ يعني عطاريات، بهارات بنواحها، شرابت، نوم بصره، طرشانه، مكسرات. زين، ايش تشوف انه هاي تمشي برمضان سريع؟ هو سوقها كلش قوي برمضان المبارك. يعني اقوى سوق بالسنه كلها، بالعالم كله مو بس بالعراق. يعني قصدك برمضان يمشي اكثر هاي البهارات والهيج امور؟ تحتاجها هاي بالبيت كل هالمواد. نعم. انت دائما من يا وقت اليا وقت ظل فاتح؟ يعني فاتحين برمضان لو قبل رمضان؟ لا اريد برمضان يعني. برمضان يعني نفتح بالسبعه، سبعه ونص للثلاثه، ثلاثه ونص، يعني بالبيت احنا تقريبا بالاربعه ونص او بالخمسه ست. نعم. زين، تشوف انه لحد الساعه بثلاثه او الاربعه حركه مستمره؟ لا تقل، هي تقل يعني الذروه مالتها ب 12 او 11 بالوحده، يعني بالثنتين فوق الثنتين تقل، يعني تتلاشى تقريبا بالخمسه، العالم عتروح على الفطور على تحضر نفسها للصلاه.
تمام زين. انه انت هم يعني دائما قبل رمضان تتسوق اشياء جديده وتحضر اشياء جديده؟ هاي كل سنه يطلع شيء جديد يعني. نعم يعني نواكب العالم بهاي المواد كلها. هم عندك زبائن كانوا شنت انت متعود عليهم كل سنه يجون يسوقون عندك بكميات كلش هوايه، هسه قل انه بسبب ارتفاع الاسعار او الدولار؟ اي هذا شيء طبيعي ست يعني. انت البهارات وهاي الاشياء هم تاثرت بارتفاع الدولار؟ هي تتاثر يعني شلون يعني مستوى الاسعار عالميا كل ارتفاع هي ترتفع وياها. نعم يعني هم تتاثر بارتفاع الدولار. اي بس احنا ما نصعد على العالم شهر رمضان، نخلي الاسعار هي نفسها وحتى لو كان غاليه يعني شيء طفيف على العالم. طبعا شكرا لك يا رب كل التوفيق، صيام مقبول. مرحبا، هلا وسهلا، مرحبا. مثل ما شفتوا مشاهدينا حسب كل شخص يقول وجهة نظره، يعني اكو يقولون انه حركه تكون جدا قليله، والبعض يقولون الحركه تصير زينه وممتازه، والحركه تكون الوقت اللي هي من ساعه الصبح لحد ساعه 12 او ساعه يعني وحده لحد الاربعه او الثلاثه انه حركه الناس تقل. حركة الناس تقل، البعض يقولون الأسعار جدا مناسبة، والبعض يقول الأسعار قاعد تصعد، فإحنا نتمنى إنه الأسعار يسووها جدا مناسبة وزينة حتى تناسب كل البيوت العراقية، خصوصا بشهر رمضان لازم يكون اكو تعاون بالموضوع. فمثل ما تشوفون مشاهدينا هي نقول هسه حركة الناس شبه إنه هي زينة أو نقول يعني ممتازة، لأن هواية من الناس طالعين يتسوقون يعني يسوقون حتى تكون قبل الفطور انه الاشياء هم جاهزه، لان انا مثل ما اعرف واشوف انه دائما قبل الفطور الناس قليل تقدر تطلع، تكون تعبانه انه قضت نهارها بالشغل، قضت نهارها متعب وهم صايمين. فبعد نحن مستمرينكم مشاهدينا بجولتنا، السلام عليكم، صباح الخير. الله مرحبا. رمضان كريم. اجمعين، احمد الله والديك، الله يخليك. شلون نشوف رمضان هالسنه؟ هالسنه يختلف عن باقي السنوات. يعني جهة الفتور يعني لاكو بضايع لاكو غراض حتى واحد يعني يقدر يشتغل وهذه. اي انت المحل مالتك يعني شنو تبيع؟ زينه، شموع، نفاخ. زين تشوفها انه بوقت رمضان يعني يوقف السوق مالتك لو شنو؟ اي يوقف يعني مو ذاك الاقبال، لان شغلات مال اعياد ميلاد. هاي الامور هم تشوفها يعني تتاثر بارتفاع الدولار لو لا؟ اي كلش تتاثر، كلش تتاثر. نعم زين، انه انت بما تقول انه مو السوق يكون مو ذاك السوق يعني برمضان. نعم. هم دائما تكون يوم تفتح او ما تفتح؟ تبقى يعني تبقى اوقات انه انت ما تفتح بيها اصلا؟ تجي مثلا ايام، مثلا يوم الجمعه هنا نفتح، باقي الايام يعني مرات نفتح ومرات لا، بس بشهر رمضان يعني. نعم زين، وبدون رمضان يعني قبل رمضان تكون اوضاع كلش طبيعيه؟ يعني هي شبه طبيعيه، هم مو طبيعيه، لان شفت ركود بالسوق بسبب ارتفاع الاسعار وارتفاع الدولار. نقول لك احنا محلك الزينه والاعياد بلاد، صار هش قد انه صار ركود بالسوق مالتك؟ هي بدت من صارت احداث داعش، بدت الركود عموما يعني العلاقه عموما. طبعا نتمنى لك صيام مقبول ونهار ان شاء الله يا رب كله طاقه ايجابيه بدون اتعاب. شكرا جزيلا، اهلا ومرحبا. شكرا لك، الله يخليك. مثل ما تشوفون مشاهدينا، كل شخص ودا يقول انه بعضهم يقولون السوق كلش حركته ممتازه، البعض دا يشوفه انه اكو ركود وحركه قليله بسبب ارتفاع الدولار او بسبب انه هم صايمين ما يقدرون يطلعون بالنهار. أنا هسه مثل ما تشوفون أنتم مشاهدينا، مثل ما دا يصور لكم مصورنا، إنه حركة الناس زينة، نقول أكو حركة مو حركة معدومة، والناس إنه طالعة ودا تتسوق، ويا رب يكون يعني نهارهم خالي من الأتعاب، لأن الناس صايمة والجو كلش حار، فيا رب يكون نهارهم جدا ممتاز بدون تعب، ويا رب الله يتقبل الصيام من كل الناس. واكيد احنا نتمنى من كل الجهات انه الاسعار يسووها زينه حتى الناس تقدر تتسوق، الناس كلها تاكل، ما يظل احد جوعان، لان هو شهر رمضان، هو رمضان ابو الخير وابو الخير وابو الكرم، يعني لازم انه نتعاون بيناتنا حتى العوائل كلها تاكل وكلها تشتري. نتمنى الاسعار شويه تقللوها وتخلوها مناسبه حتى لو بس فتره رمضان. واكيد هنا وصلنا لنهايه الجوله، مع السلامه.